تحية لحضراتكم أعزائي مشاهدي ومحبي ومتابعي مصراوي في كل مكان، نحيي حضراتكم من داخل صومعة أسوان وموسم توريد القمح، موسم مبشر جدا بمشيئة الله تعالى إن شاء الله. وكما تشاهدون حضراتكم نحن في داخل الصومعة لنرصد لحضراتكم عملية توريد الأقماح والتي تبدأ من الساعة 8 صباح كل يوم حتى الساعة 7 مساء. عموما سيتواجد معنا باشمهندس مصطفى ياسين مدير الصومعة لكي يحدثنا عن المزيد عن عملية استقبال الأقماح من كافة المناطق في محافظة أسوان. باشمهندس مصطفى مرحب بحضرتك على موقع مصراوي، كل سنه وحضرتك طيب وكل هنا العاملين بخير يا رب ان شاء الله. واحنا يعني في البدايه قلنا موسم مبشر بالخير ان شاء الله. اتفضل يا باشمهندس. مرحبا بحضرتك في موقع صومعه اسوان، ان شاء الله يكون موسم مبشر ان شاء الله بخير. احنا بنستعد للموسم من قبل الموسم بحوالي شهرين ثلاثه، نبتدي نطهر الصوامع ونبخر الصوامع عندنا ونطهر الرياض. حضرتك عارف ان احنا ما ينفعش نستقبل اي اقماح محليه في موسم جديد على اقماح قديمه. نبتدي نطهر الصوامع ونبخرها وننضفها ونستعد للموسم الجديد. اول بدايه الموسم كانت معانا من يوم 15/4، ابتدينا التوريد في نفس اليوم لغايه امبارح كان عندنا حوالي 2500 طن من ساعه الصومعه 6000 طن. بيبتدي العملاء معانا من الساعه 8 بنشتغل اللجنه، اللجنه بتتكون من خمس افراد، عضو المنتج التمويل اللي هو رئيس اللجنه، عضو سلامه الغذاء اللي هو بيدي درجه النظافه للعينه الموجوده عندنا، وعضو الزراعه اللي هو منوط انه يشوف الاقماح الموجوده محليه او مستورده او مخلوطه، وعضو الجمعيه الجبنيه اللي مسؤول عن الميزان، واخر عضو اللي هو جهه مسوقه اللي هو صومعة اسوان. بتبتدي التوريد من الساعه 8 صباحا، بتدخل عربيات من على البوابه للميزان، الميزان بياخد وزن العربيه قائم، تدخل بعد كده على الغبر وحضرتك شايف زي ما شايف حضرتك وراء العربيه، يبتدي ياخد عضو سلامه الغذاء العينه متجانسه من العربيه بالكامل، ويدخل بها معمل عشان نشوف درجه نظافه. الوزاره محدده درجات نظافه للعربيات والاقماح، درجه نظافه 22.5 دي عامله 1900 جنيه للارداب اللي هو 150 كيلو، وراها درجه 23 1950 للارداب، وراها 23.5 2000 جنيه للارداب. فطبعا ده تحفيز من الوزاره للمزارعين عشان يبتدي يورد الموجود عنده بزياده. تمام. بتخلص ورايا عضو سلامه الغذاء ياخد عينه ويطلع الدرجه بتاعتها، يبتدي بعد كده العمال يفضل على الهوبر الموجود ورانا. خلصنا من الهوبر يبقى العربيه الثانيه على الميزان، ياخد الوزن الاولى والثانيه، الفرق بينهم الاثنين هو ده الكميه اللي احنا بنستخدمها من المورد. اللي بالنسبه طبعا ناس كتير بتسال على الشيكات وفلوس الموردين، ده يعني مجرد ما يخلص عندي اليوم ببتدي ثاني يوم اطلع على طول كل الاوراق الخاصه بكل العملاء. خلال 48 ساعه بكل وزاره ادتنا اوردر ان خلاص نبتدي نزوق للناس شيكاتهم، الشيكات ان شاء الله ما تتاخرش عن 48 ساعه. تمام. واحنا اخذنا ناس كتير النهارده على اساس برضه يعني اثبتوا هذا الكلام، هل بالفعل بعد 48 ساعه الشيكات بتكون جاهزه وبيستلموها؟ و يعني ناس كتير برضه يعني بسم الله ما شاء الله عشان خاطر شهادتي بتكون مجروحه، يعني شكروا في موضوع الاستقبال والتعاون الكامل من قبل بدايه من حضرتك لاصغر عامل موجود هنا في الصومعه، وكل دوت طبعا بيصب في مصلحه الوطن في مصلحه مصرنا الحبيبه. كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس مصطفى، ومتشكرين جدا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. إذن أعزائي مشاهدي ومتابعي ومحبي مصراوي في كل مكان، كنا مع حضراتكم من داخل صومعة أسوان وعملية استقبال الأقماح، وكما ذكرنا لحضراتكم أنها تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7 مساء. أعزائي مشاهدي ومتابعي ومحبي مصراوي، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأهله.